يختتم اليوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي والمقرر لها غدا السبت على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. هذا وأعلن حسام البدري المدير الفني للأحمر قائمة الفريق المبدئية التي تستعد لمواجهة الترجي، واختار البدري 24 لاعبا في قائمته الأولية لمواجهة العملاق التونسي على أن يتم اختيار القائمة النهائية للمباراة بعد انتظام كل اللاعبين في المعسكر السكندري. القائمة شهدت عودة عماد متعب وصالح جمعة اللذان غابا عن انطلاقة الأهلي في الدوري والتي انتهت بتعادل 1-1 مع طلائع الجيش ليقفز الأحمر نقطتين، كما عاد مؤمن زكريا وأجاي ومعلول من جديد مثلهما.